في البداية عاوزين ننبه ان الفيلم ده لمن فوق سن 18 سنة، لان فيه مشاهد مرعبة جدا وغير مناسبة للاطفال. راجل بيشتغل مصور ومتخصص في تصوير الموتى مع اسرهم، هنا بيصور الموتى وبيظبط لهم قعدتهم كانهم عايشين بالظبط، وبيحط لهم ميك اب علشان يكون شكلهم طبيعي. وهنا واحده ست بيسرح لها شعرها وحس ان رقبتها معوجه شويه فهيكسرها لها علشان يعرف يحركها. وهنا راجل تاني رقبته طويله جدا وما عندوش عظم في رقبته، هيحط له ميك اب وهيلف له قماش على رقبته علشان يداريها وهيصوره مع مراته. يا ترى ايه قصه المصور ده وبيصور الموتى ليه؟ وايه قصه الموتى دول؟ كل ده هنعرفه دلوقتي، بس الاول اتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو وتنضموا لينا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات لو حابين يجيلكم اشعار كل يوم وملخصات الافلام الجديدة. اهلا بكم في ملخص في السكالانس. المينا النهاردة اسمه بوست مارتن او بعد الموت. بيبتدي في المينا بجونجي في الجيش الالماني سنة 1918 في الحرب العالمية الاولى. اسمه توماس، بيهرب من قذائف المدفعية وفجأة بتجيله قذيفة مدفع جنبه وتطيره لبعيد. هيقع على الارض وهيسمع صوت بنت بتنده اسمه وهيشوف شكلها قدامه، وبعدها هيفقد الوعي. في المشهد ده المفروض ان توماس ميت. الجنود حطوا توماس في مقبره جماعيه مع زمايله اللي ماتوا علشان يدفنوه لانه ما عندهوش نبض. الجنود بيرموا جندي تاني ميت في المقبره وهيقع فوق توماس، وتوماس هياخد نفسه وهيرجع للحياه تاني وهيشوفه راجل عجوز معاه في الجيش، وهيفتح له قميصه وهيلاقي كدمه كبيره في جنبه هيقول له دي من قوه الانفجار. وبعد 6 شهور بتخلص الحرب، وتوماس والراجل العجوز هيبقوا اصحاب وهيعملوا مشروع في السوق. اما توماس ففي الخيمه بتاعته بيصور الموتى مع اهله كنوع من الذكرى، وهنا بيصور بنت مع اهلها ماتت بسبب الانفلونزا الاسبانيه وامها حزينه جدا على موتها. بره هيكون في بنت اسمها انا بتقرا الاعلان بتاع توماس اللي مكتوب عليه الصوره بعد الموت، وهتدخل لتوماس وتقول له قريتنا فيها موتى كتير وبتطلب منه انه يروح معاها علشان يصوره، بس هو هيرفض. البنت وهي خارجه هتبص له وهيفتكر البنت اللي ظهرت له قبل ما يموت في الحرب. في بدايه الفيلم توماس هيخرج لها بره يدور عليها وهيلاقيها واقفه مع جيرانها عند الاعلان بتاعه. جيران انا بيطلبوا من توماس انه يروح معاهم للقريه ويصور الموتى اللي هناك، وهو هيوافق لانه عاوز يعرف قصه انا ايه اللي ظهرت له وهو ميت. هيروح معاهم ويركب معاهم العربيه، والراجل هيحكي له ويقول له ان في هناك موتى كتير ومش عارفين يدفنوهم لان الارض كلها تلج وميتين من فتره طويله، بس هننتهز الفرصه وتصورهم قبل ما ندفنهم. وهيكلم انا وهتقول له انها عايشه مع امتها ووالدها وامها متوفيين، ولما يوصلوا المدينه هيودوه عند ست عندها غرفه فاضيه يقعد فيها وهتعمل له اكل، ولما يخلص اكل هيخرج بره يشرب سيجاره. هيلاقي كلب بيتخانق وكان في حد قدامه، والكلب بيطير لفوق اكن مفيش جاذبيه. توماس مش هيهمه، هيقول ان هو بيتهيأ له، هيروح ينام. وهو نايم هيصحى من النوم مفزوع على صوت غريب، وهيقوم من على السرير وهيلاقي الشباك مفتوح، هيقول اكيد الصوت ده من الشباك وهيرجع يقعد على السرير تاني. وفجاه هيلاقي الباب اتفتح، هيقرب منه وهينده على صاحبه البيت ومحدش هيرد عليه. هيقوم يشوف فيه ايه، هيلاقيها نايمة وهو واقف هيسمع صوت حد بيصرخ. هيكمل مشي وهيسمع خطوات حد بيمشي فوق على السقف، هيوصل للسلم اللي بيطلع للدور اللي فوق، واول ما يرفع ايده بالكشاف هينطفي النور وهيتخض وهينزل بسرعه، هينور الكشاف تاني ويطلع فوق يشوف فيه ايه، ومش هيلاقي حاجه، بس هيلاقي السلم اللي طلع عليه واقع على الارض. هينط من فوق، واول ما ينزل على الارض هيلاقي الباب اتقفل لوحده، هيرجع الاوضه ينام وهيحط كرسي على الباب. وهو نايم هيظهر له شبح بيصرخ في وشه بس هيكون نايم ومش حاسس بحاجة. تاني يوم هيجي الراجل اللي جابه وهيوديه مكان تاني يقعد فيه، لان توماس مش مرتاح في البيت ده، وهيجيله اول زبون بجثتين يصورهم وهم اخوات. اول جثة هيكون عظمه ناشف هيكسر ايده علشان يقدر يحركها. توماس هيبص في وش الميت علشان لو محتاج ميك اب. الميت هيحرك ايده بس توماس مش هياخد باله، توماس بيثبت له رقبته بس بيلاقيها بتنزل لوحدها تاني. هيحط له حاجة كده تمسك راسه ويبتدي يعمل له ميك اب ارتست ويصوره الصورة الحلوة. تاني واحدة هيسرح لها شعرها ويظبطه لها ويرش لها عطر ويجيب لها اخوها يتصور معاها. اما الراجل الكبارة ده رقبته ما فيهاش عضم وزي ما يكون في حد شددها لانها طويلة جدا ومرخية. هيحط له ميك اب ويغطي رقبته بقطعة قماشة ويصوره مع مراته. انا هتروح لتوماس تقعد معاه شوية، هما قاعدين هتتحرك واحدة من الجثث اللي على الارض، هياخدوا بالهم منها بس هيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. البنت الصغيرة هتخاف وهتمشي، وبعد ما خلص تصوير هيدخل المعمل بتاعه علشان يظهر الصور وهيشوف الصور
منور ظل يسود على هيئة إنسان، أكني في شخص ثالث متصور في الصور بس من غير ملامح. هيخلص كل الصور وهيلاقي الظل في كل صورة وفي أماكن مختلفة في الصورة. هيقعد يفكر يا ترى إيه ده، بس مش هيوصل لحاجة. هتجيله فكرة إنه هو بيصور الست دي، يصور الحيطة اللي جنبها من اليمين والشمال، وبعد ما يخلص تصوير هيقرب لها، هيحط إيده فوقها، هيحس إنه لمس شخص مع إن إيده هتكون في الهواء. وفجأة هيسمع صوت صريخ من بره البيت، هيخرج يشوف فيه ايه. هتكون في حريقة في بيت جنبه. هيدخل البيت وهيشوفوا رجلين شخص في دفاية الحطب. الناس هيحاولوا يخرجوا الشخص اللي موجود جوه دفاية الحطب، وتوماس هيصور صور كتير. الناس هيكسروا جدار الدفاية علشان يعرفوا يخرجوه، وبعدين هيلاقوا المنظر المخيف ده. هتنزل مية من على الحيطة زي الشلال بالظبط، وتوماس بيصور كل حاجة بتحصل. الست هتخرج وهتكون اكنها فرخة مسلوقة بالظبط. توماس هيخلص اظهار الصور اللي صورها، وهيلاقي نفس الظل الغريب ده في كل مكان في الصورة. انا هتروح له وهتقوله الاشباح موجودة في كل مكان وهم اللي عملوا الحريقة دي. توماس هيسألهم عاوزين ايه. فجأة كل حاجة بتتحرك حواليهم والصور هتقع من على الحيطة. انا هتطلع تجري من الخوف. هيجري وراها توماس وهتقوله انت لازم تهرب من المكان الملعون ده وهتسيبه وتمشي. توماس هياخد الصور وهيوريهم للست اللي كان قاعد عندها وهيسألها ايه دول، وهي بترد عليه الكرسي هيتحرك لوحده. هتقوله الحرب موتت ناس كتير والانفلونزا الاسبانية كملت على الباقي، واتجمدوا وماتوا من غير ما يدفنوا بسبب التل. وهتقوله ريح نفسك وامشي وسيبك من كل ده. توماس هيروح بيته وينام، وهو نايم هيلاقي نفسه طاير لفوق اكن مفيش جاذبية. هيلبس هدومه وهيركب حصانه ويهرب. انا هتشوفه من الشباك وهتنده عليه وهي بتعيط، بس هو مش هيرد عليها وهيطلع يجري بالحصان بتاعه. هيقعد في مكان بعيد لحد لما الصبح يطلع وهيشوف الصور. وهو قاعد هيسمع صوت انا وهي بتقوله توماس، وهيشوف خيالها قدامه وهي طايره وبتتحرك في كل الاتجاهات. اتاري المعلم كان نايم وبيحلم، وفاق من النوم اخد حصانه ورجع لانا تاني. واول ما هتشوفه هتفرح جدا مع تحضنه، وهيروحوا بيوت الناس وهيسالوهم اذا شافوا حاجه غريبه او حصلت لهم حاجه من الاشباح ومن امتى بداوا يحسوا بالحاجات الغريبه دي. واحده قالت لهم انها كانت قاعده ولقيت ايد بتمسكها من ايديها وحست من ملمس الايد دي انها عظم من غير جلد. والست التانيه اسمها يوتكا هتقول لهم ان مفيش حد بيصدقها لما بتحكي اللي حصل لجوزها تيبور، وهتحكي لهم ان جوزها كان قاعد مكانهم هنا وكانت هي في الدور السفلي للبيت بتاكل الطيور وسمعت صوت صفاره جامده جدا. طلعت تشوف في ايه، وقفت على السلم معرفتش تتحرك، وجوزها كان بيصرخ بصوت عالي جدا. وبعد شويه الصوت وقف، وطلعت تشوفه لقيت راس جوزها دخلت جوه جسمه وكل حوائط البيت بتنزل ميه. توماس هيقول لها ممكن ننزل نشوف الدور الارضي للبيت. يوتكا هتوافق وهتشكره على الصوره اللي صورها لجوزها تيبور، وهينزل وهيحاول يكلم الشبح اللي موجود تحت بس محدش هيرد عليه. وهيطلع هو وانا تاني وهم على السلم. الشبح خرج من الحيطه وتوماس خرج من الباب، والباب اتقفل على انا. توماس رجع يفتح الباب لانا، وفجاه لا حاجه بتسحب وبتقعده على الكرسي مكان تيبور جوز الست دي، ومخلتهوش يعرف يتحرك من مكانه. انا بتصور بس كانت بتنده على تيبور صاحب البيت وما بتندهش على توماس، وتوماس بينده على يوتكا مش على انا. الشبح بيقرب على انا وحطير لفوق. توماس هيصرخ وهينده على انا بس هيقول يوتكا، والصوره كمان بتاعت تيبور هتقول يوتكا بصوت عالي، ويوتكا هتبقى واقفه مكانها هي كمان وتنده على تيبور. المنظر ده هو اللي حصل للست دي مع جوزها، وبيتعاد تاني مع توماس وانا. وفجأة الباب فتح وانا خرجت، ويوتكا صاحبة البيت هتقول لهم صدقتوني اني مش مجنونة وكل اللي كنت بحكيه حصل. توماس هيسألها فين جثة جوزك، هتقول له في المبنى اللي بره ده. هيروحوا المبنى وهيفتحوا الباب هيلاقوا جثث كتير على الارض. توماس هيسأل انا مين الناس دول، هتقول له على اساميهم كلهم لانهم جيرانها، وتوماس هيصورهم كلهم. وبعدين هيروح لطيبور صاحب البيت هيكشف هدومه ويشوف صدره، هيلاقي علامة الكدمة دي موجودة عنده. توماس في الوقت ده هيفتكر لما كان في الحرب وتصب قذيفة المدفع كان عنده نفس الكدمات دي من قوة الانفجار. توماس هيكتشف ان الاشباح هي اللي بتقتل الناس دي لانهم بيتحركوا في الجو وفي كل مكان وبيعملوا انفجار عن طريق ضغط الهواء، وده بيتسبب موت الناس. توماس قال لانا انه عنده طريقة يسمع بيها ويشوف بيها الاشباح لانه عايز يعرف منهم هم عايزين ايه. هيروح مكان التصوير بتاعه وهيشوف في الصور صورة فيها اشباح في الخلفية، واختار صورة مليانة اشباح وهيحطها في المية، وفجأة المية هترتفع
هيرتعش وهيسمعوا صوت صراخ، والصور اللي حواليهم هتهتز والباب هيفتح لوحده والصوت هيروح. توماس جات له فكره انه يصور بيها الاشباح ويسمع صوتهم ويعرف مكانهم بانه هيحط كاميرا تصور لوحدها ويلف حوالين الجثث اجراس، بحيث لما الاشباح تعدي من جنبها الاجراس تطلع صوت، وهيحط في الارض ماده بيضاء علشان يشوف بيها بصمات خطواتهم على الارض، وهيحط مسجل صوت وينور الشارع اللي بره، وهيدخل يقعد جوه هو وانا لحد لما يجوا الاشباح. في ولد صغير كان ماشي في الشارع ومروح بيته، وامه حاطه له القناع ده على اساس انه هيحميه من الاشباح، وهو ماشي جنب الحبل اللي بيعرفه الطريق بالليل. القناع بتاعه هيطير لفوق والشعلات النار كلها هتطفي في نفس الوقت، والحبل اللي في ايده هيتهز بقوه والابواب وراه هتخبط. الولد هيصوت وهيطلع يجري من الخوف، هيقف عند بيته ثابت ومش قادر يتحرك. امه هتفتح الباب وتشوف فيه ايه، هتلاقي ابنها واقف اكنه صنم. الولد في حاجه هتسحبه من رجليه، امه هتجري وراه علشان تنقذه، بس كان بتسحبه بسرعه كبيره جدا ومش هتلحقه. الولد هيزق في باب اكنه مغناطيس بالظبط، وهيلف في كل الاتجاهات وهيحاول انه يفك نفسه بس مش هيقدر، بس هيقدر ان هو يبعد نفسه عن الباب. الغريب ان الباب ده بتاع بيت عمه انا اللي هي عايشه معاها. في الوقت ده الاشباح كانت وصلت عند توماس وانا وبتجري في اسقف المكان وفي كل مكان حواليهم، والاجراس كلها بتتهز والكاميرا بتصور كل اللي بيحصل. وهم واقفين على العربيه هيشوفوا شبح بيتحرك تحتهم. توماس هينزل تحت العربيه يشوف في ايه، انا في حاجه خبطتها وهتوقعها من فوق العربيه على الجثه، والجثه هتفتح بقها لانا وانا هتصرخ. هيجري عليها توماس علشان يلحقها. فجاه توماس هيقع على الارض هو كمان، وحاجه هتسحبه من رجليه، بس فجاه كل الاصوات راحت وشعلات النار نورت تاني. توماس وانا هيخرجوا بره يشوفوا في حاجه على سطح المكان ولا لا، ومش هيلاقوا حاجه. توماس هيقول لانا انه هيرجع يجيب الكاميرا من جوه، وهيتفاجئ ان كل الجثث واقفين قدامه واكنهم في متحف شمع بالظبط، وهيلاقي شبح انا قاعد قدامهم. وفجاه هيقرب عليه الشبح وهيصرخ في وشه. دخلت من الباب، واول ما هتدخل الجثث هتقع على الارض تاني. انا هتتكلم مع الاشباح وهتقول لهم انتوا عاوزين ايه، اتكلموا معانا. طبعا ما فيش حد بيرد عليها. توماس كان حاطط جهاز تسجيل صوت، وبكده سجل صوت وصوره. هيشغل مسجل الصوت بس مش هيسمعه حاجه غير وش. وبعدين هيدخل يظهر الصور في المعمل بتاعه، وهو بيظهر الصور انا اكتشفت انها لازم تبطئ سرعه اسطوانه الصوت علشان يسمعه، وفعلا سمعت صوت شخص بيتكلم. هتناجي على توماس بس هيقول لها انه خلاص قرب يخلص، وهيخرج من جوه ومعاه الصور. وبعد ما خلص الصور هيلاقي اشباح كتير جدا في الصوره، والغريب هيلاقي صوره لبيوت في المدينه كانها متصوره من طياره بالظبط. هيشغل تسجيل الصوت مع انا، وهيسمع صوت شخص بيقول له خدني الى قبري يا توماس. تاني يوم هيخرجوا يشوفوا المكان اللي الكاميرا صورته في الليله اللي فاتت. انا هتقول لتوماس ان البيت الاخير الموجود في الصوره هو بيت عمتها. توماس هيروح هناك وهيلاقي دم على الباب، الدم ده من الولد اللي كان لازق في الباب. هيقلب الصوره هيلاقي بيت تاني هيروح عليه، هيلاقي اسره كامله ميته ووشهم مشوه. هيدخلوا الجيران المكان وهيقولوا لتوماس انت السبب من يوم ما جيت والاشباح بتموت الناس. هيخرجوا بره هيلاقوا الراجل اللي جاب توماس للمكان بيتسحب وبيترفع لفوق، هيجروا وراه علشان ينقذوه بس محدش هيعرف ينقذه. الراجل هيتسحب لحد بيت عمه انا، وهيدخل جوه البيت وعمه انا هيحصل لها تشنجات. الراجل هيتعلق في السقف وهيتسحب لفوق، وفجاه الاشباح هتشفطه جوه السقف، والسقف هيرجع طبيعي زي ما كان. الناس هيخرجوا بره هيلاقوا الشبابيك بتتكسر والعربيات بتمشي لوحدها، وحبل البير بيتلف حوالين نفسه لوحده. في راجل ماسك صليب وماشي يدعي ان الاشباح تخرج من المكان وما تاذيهمش، وفجاه هيطير لفوق وهيحصل له تشنجات وهيقع على الارض ويموت. الناس كلها هتبتدي تطير لفوق. في الوقت ده هيكون عمه انا جايه وبتعمل حركات غريبه بايديها، والكرسي بتاعها بيمشي لوحده، اكيد يعني مش كرسي كهربا. وفي نفس الوقت الولد اللي لقيه ميت مع عيلته بيقرب عليهم. هتقرب عمه انا على توماس وهتقفز عليه وهتقول له نفس الجمله اللي سمعها في مسجل الصوت، خدني الى قبري. توماس هيطلب من الناس انهم يدخلوا الكنيسه، وهم بيجروا هيكون الولد وصل هناك وطاير لفوق وبيشاور على توماس وبيقول له سوف تخسر روحك، وبيقع على الارض. هيقفلوا باب الكنيسه. توماس هيدور على انا جوه ومش هيلاقيها، هيحاول يخرج لها بره بس الناس هتمنعه، وهيفتحوا الباب وهيلاقوا انا واقفه بره، وباب الكنيسه هيتقفل لوحده. هيجي توماس يخرج لها بس الناس هتمنعه، بس قادر ان هو يخرج. هيدور عليها ومش هيلاقيها، هيروح
رايح يشوفها في المكان اللي حاطين فيه الجثث، هيلاقيها طايره فوق الجثث. هتيجي الست دي بتجري من بعيد وتقول لتوماس ان عمت انا بتموت. في الوقت ده الاشباح سيطرت على انا وبقوا يسحبوها هي كمان. توماس قال للست دي ان عمت انا هي المفتاح لكل ده، وهي اللي هتاخد كل الاشباح معاها للاخره. الاشباح سحبت انا لحد عمتها. توماس قال للناس هاتوا كل الجثث اللي هناك قبل عمت انا ما تموت. هيجيبوا الجثث واحده ورا الثانيه، وتوماس هيقول لهم كفايه وسيبوا الباقي بره، وهيطلب من الناس انهم يخرجوا من المكان. عمت انا بتصرخ والبيت بيتهز من قوه الصرخه. البيت بدا يتسحب لتحت. توماس شال انا وانقذها وعطاها للست بره من الشباك، بس هو ما لحقش يخرج. حيطان البيت بدأت تنزل شلالات من الميه، والمكان ابتدى يتملى ميه. توماس جوه مش عارف يعمل ايه، بيصرخ بصوت عالي. الجثث اللي بره اللي ما دخلتش البيت فاقت وبدأت تصرخ هي كمان، وقاموا يتحركوا. في واحد غريب ولع النار فوق البيت وهرب. البيت كله غرق بالميه وتوماس عايم فيه. عمت انا هجمت على توماس وبتسحبه جوه الميه وبتحاول تغرقه، وبتقول له خدني للعالم الاخر وهتموت. توماس مش هيعرف ياخد نفسه وهيغرق. توماس بعد ما غرق هيظهر في المشهد ده ان هو في العالم الاخر وبيقود كل الجثث للعالم الاخر. الست الطيبه دي هتاخد حبل وتنزل بيه من فتحه من فوق السقف علشان تنقذ توماس، وهتنزل جوه وهتربطه من رجليه وتسحبه. في الوقت ده توماس في العالم الاخر ماشي ومعاه الميتين. الست الطيبه دي قدرت تسحبه لبره وبتحاول تفوقه، بس مش بيفوق. اول ما خرجته من البيت الجثث اللي هو بياخدهم للعالم الاخر اختفوا من وراه، وجت سحابه دخان سودا ودخلت جوه البيت. انا هتحاول تفوقه في الواقع، بس هو شايف قدامه انا وهي شايلاه وبترفعه فوق للعالم الاخر، والاشباح بتتجمع تحتهم في السحابه السوداء. انا بتفوق في توماس، وتوماس رجع تاني بعد ما مات، والاشباح خرجت من السحابه السوداء من جوه البيت، والجثث اللي كانوا بيتحركوا بره البيت ماتوا تاني اول ما توماس رجع للحياه تاني. وبكده توماس وصل كل الاشباح الموجودين للعالم الاخر، وهو ضحك عليهم ورجع للحياه تاني. وفي نهايه الفيلم توماس هيجمع حاجاته وهيركب الحصان بتاعه وهياخد انا معاه لان ما بقاش لها حد، وهيمشوا بعيد عن المدينه. وهم ماشيين هيعدوا على قريه وهيسمعوا منها صراخ. توماس هيسال انا انت زورتي القريه دي قبل كده؟ هتقول له لا. هياخد حصانه ويروح في اتجاه القريه. شكلهم هيبتدوا قصه جديده مع الاشباح. ودي كانت نهايه فيلمنا. لو خفت من الفيلم اكتب لنا في التعليقات، ولو حابب تنورنا وتشوف ملخصات اللي جايه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك كل ملخصاتنا اول باول للافلام الجديده. وطبعا ما تنساش اللايك الحلو بتاعك. اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامه.